خاصة هاي المدبلجة، أنا ماني ضد الثقافات الأخرى وأنا مالي ضد الدبلجة، بس من الضروري أن الواحد يمكن جذوره، يعني يربي الجيل تبعه تربية صحيحة، وبالتالي هي مهمتنا أنه نحن نعمل أفلام كرتون يعني من ثقافتنا، بحيث أنه الطفل تبعنا يكون معبى بثقافته وبعاداته وتقاليده، واللي بيجي من برا مثلا ثقافات تانية كمان كويس أنه يصير في نوع من التبادل الثقافي بيننا وبين ثقافات العالم. نرجع لفكرة المعاهد الاختصاصية، هل الكرتون هو بس تحريك؟ يعني ما لازم يكون للشخص اللي عم يشتغل الكرتون عنده ثقافة لونية؟ أحيانا الكرتون بيكون أوكي موجه للكبار، وأحيانا موجه للعائلة، وأحيانا في نوع من الكرتون هو موجه للأطفال دون سن، مثلا الأربع سنوات بين الشهر للسنتين. قديش في عنا هي الثقافة؟ قديش نحن بحاجة فعلا لمعاهد تأسس لصناعة كرتونية تكون عندها كل هي المواصفات؟ والله السؤال له شقين، يعني أول شيء أنه لازم نبلش بالصناعة نحن، وبنفس الوقت نعمل معاهد، يعني بصير هي الشغلة بيرتفوا بعض يعني. لأنه كمان نقعد ننظر مثلا نقول أنه بدنا نعمل معاهد ونخرج مخرجين وبعدين نأسس، لا سوا لازم تصير كل القصة. أنا بتصور لأنه لازم نعمل أفلام كرتون عنا هلأ كوادر، بحيث أنه نبلش بداية كتير كويسة. أستاذ موفق قاب، متشكر جدا حضورك معنا بسينما زوم. طبعا نتمنى أنه تجربة المنح الإنتاجية تتكرر، سواء من أي جهة، يعني ما بعرف مين الجهة اللي ممكن تدعم هيك مشاريع يعني بالمستقبل. شكرا كتير لك. والله الحقيقة متفقين يعني نحن والشباب كلهم أنه هي التجربة يجب أن تكون ناجحة بكل شيء من البداية عشان تتكرر، لأنه مثلا هدول مجموعة شباب أخذوا هالفرصة هاي، لازم كل سنة، وأنا بتوجه للمسؤولين يعني أنه 5 ملايين ما بيشكلوا شيء، أنه كل سنة يصير هذا التقليد. ممكن يصير عندنا مهرجان خاص لسينما الكرتون يعني ولسينما الأطفال. شكرا كثير لك. شكرا. أعداد كبيرة قدمت مشاريع من أجل الحصول على المنح الخاصة اللي تقدم من قبل الاحتفالية في مجال سينما الكرتون، ولكن تم انتقاء عدد محدد بسبب ميزانية محددة. لنحكي أكثر كيف صارت عملية الانتقاء والاختيار لحتى اختيروا هال 11 شاب وصبية لحتى ينعطوا هن المنح، وقديش في إمكانية لتكرار التجربة، ومين رح يدعم هي التجربة بالأشهر القادمة أو حتى السنوات القادمة. نحكي وضيفنا بالاستوديو الكاتب عمر السواح والمشرف على تقديم المنح الإنتاجية للشباب فيما يتعلق بصناعة الكرتون. أهلا وسهلا فيك عمر. مرحبا. هلا. إذا عمر، من البداية مشروع لدعم الشباب السوري المبدع في مجالات ثقافية، مسرح، موسيقى، سينما، كيف كان التوجه باتجاه الكرتون وصناعة سينما الكرتون؟ هلأ هي المشروع له صيغة أكبر، كان هو دعم الشباب بأكثر من مجال. يعني هلأ كانت السنة هي كان كرتون، كان ممكن إذا استمرت التجربة يكون بتجهيز البصري مثلا، أو بفنون العلاقة بشي تركيبي أكثر منها، الفنون كتير موجودة، بس كان التوجه أنه كرتون لأنه هو فن كتير حاضر بهذا الوقت بالعالم، وقدرانين السوريين يعملوا شيء كتير مهم بهذا الصعيد. هلأ حبينا نركز على هذا الشيء، اخترنا لجنة من 3 أشخاص عاملين بهذا المجال، هن الأستاذ موفقات والأنسة سلافة والمدام سلافة حجازي والأستاذ عمر أبو سعدام، يلي هن كانوا مسؤولين عن اختيار الطلبات. عملنا كرايتيريا لحتى تستقبل الطلبات، ومجموعة من الطلبات يلي هي العلاقة بسي دي بالأعمال السابقة، سيناريو صغير عن الفيلم اللي بدهم يقدموه، وستوري شبه ستوري بورد، اللي ما عنده ستوري بورد كانت الشخصيات الخلفيات، نماذج صغيرة بتعطي فكرة كاملة عن كيف ممكن يطلع هذا المشروع، قديش ممكن يطلع منيح. كان في شروط معينة؟ يعني نحكي تفاصيل أكثر عن المعايير، يعني طلبتوا أساليب فنية معينة، سيناريو، أفكار بدها إياها الاحتفالية بأنها تقولها من خلال هي المشاريع؟
هلا اذا بتلاحظي بالاحتفاليه بالعموم مو بس بهذا مو بس بالكرتون او بالسينما او بالمسرح، حتى بالكتابه القصائد عاده بيكون في مسابقات بتكون موجهه باتجاه مثلا كتابه عن حدث معين او عن فعاليه معينه. نحن كنا تاركين الشغله مفتوحه اكثر لانه ما بدنا يرتبط هذا الشيء بس بهذا الشيء، وبتضيقي على المبدع اليه التفكير تبعه. هلا اللي صار انه حكينا مع يعني تناقشنا كثير بالفكره، وقالت الدكتوره حنان وقتها مع مجموعه من الشباب اللي كانوا عم يتناقشوا بالفكره انه يفضل انه نترك القصه كثير مفتوحه. الشرط الوحيد كان هو للشباب، يعني اقصى عمر كان 33 سنه من المشاركين معنا من الشباب، وبقايا في شباب عمره 22 23 سنه، والافلام كانت ذات سويه رائعه يعني بالنهايه. هلا بس كفي بقصه الطلبات، اللجنه وصلتها تقريبا بين 65 ل 70 طلب هن اللي كانوا تصفاي لاكثر من 120 طلب لم يستكملوا الاوراق، يعني في او ديفيديات ناقصه او سيناريو بدون رسوم، بس نحن وصلنا بحدود ال 120 طلب. تم استبعاد الطلبات اللي ما مستكمله الاوراق النظاميه، وبعدين قدمنا للجنه 60 65 طلب تناقشوا فيهم كثير وتعذبوا كثير لوصلوا، بس اخر شيء وقت وصلوا كان في اتفاق شبه كامل على 8 اسماء من هدول الاشخاص، لانه الشغل كان حاكي عن حاله من البدايه. يعني احيانا بتكون مثلا الفكره حلوه كتير، الستوري بورد حلو، بنجي بقى بعدين على اليه التنفيذ، التقنيات المستخدمه تتغير بعدين الصوره اللي بنشوفها. هل كان في متابعه من اللجنه لمراحل العمل؟ كانت متابعه موجوده من في بعض مراحلها، كان في شيء موجود. هلا لاسباب سفر بعض اعضاء اللجنه ما كنا نقدر نتابع بالكامل، بس هن اعضاء اللجنه حاطين شروط، يعني الدفتر اللي عملناه او الورقه اللي عملناها مشان استقبال الطلبات كانت كتير واضحه انه انت رح تشتغل 2D، عندك ستوري بورد بتوضح سير المراحل، عندك زمن للفيلم، عندك طبيعه لونيه، دراسه لونيه للفيلم، هذا كله كان بحد تماما المشتركين بالمشاريع اللي عم يقدموها. هلا بالنهايه في ناس بلحظه بتفصيل معين كان صعب يحطوا تماما الشيء المقدم على الورق، لانه كان مستحيل عمليا، لانه في شغلات احيانا بيحلم فيها الواحد كثير، بيروح بالخيال كثير، بدك توصلي على مراحل التنفيذ بيصطدم بعوائق، والتايم لاين كان كثير ضيق، يعني توقيع العقود كان ب ب بمارش تقريبا، لبين ما خلصوا الافلام في افلام عندك 12 دقيقه، والرسامين عم يشتغلوا بميزانيات هي اقل من الميزانيات العالميه، لاي ميزانيه كثير منيحه، وما ب... ما ب... ما بظن انه في جهه ثانيه كانت رح تقدم هيك ميزانيات. بس بالنسبه للكرتون ولمشروع غير ربحي كانوا الشباب عم يشتغلوا ما قدروا يتركوا شغلهم الثاني، يعني هن كانوا عم يشتغلوا كل الفتره. بالنسبه لمنح المسرح على سبيل المثال عندك 3 شهور تشتغلي فيهم تعملي مسرحيتك، اما لتعملي فيلم 12 دقيقه كان بدك تشتغلي من اول ما وقعت الكونترا اللي بينك وبين الامانه لحتى توصلي للحظه الاخيره. بالضبط. طيب انعرضت هالافلام ضمن الاحتفاليه، شو رح يكون يعني المستقبل بالنسبه لهدول الشباب؟ قديش رح تامنوا لهم عروض؟ او يعني ما بعرف هلا وضع الامانه بالنسبه لرعايه هالافلام، انتهت احتفاليه دمشق عاصمه الثقافه العربيه 2008، ومصير هالافلام مصير هالمواهب، يعني اوكي عم ننبسط فيهم مواهب وكانت مفاجأة وآراء كتير مهمة على صعيد سواء جمهور أو مختصين، طب هل هيك بنترك هي الموهبة بعدين تروح؟ هلأ هي مانا رايحة، إن شاء الله ما تكون رايحة، لأنه هن الشباب أصلاً عم يشتغلوا لحالهم، هن الشباب عم يحاولوا يسعوا، بس هذا السعي كلياته ما بيأدي لنتيجة لتأسسي، يعني عندك موهبه قد يعني قد الغرفه، بس الغرفه صغيره كثير، يعني هن اكبر من الحجم اللي هن محطوطين فيه. عندنا رسامين كرتون ممكن ينشغل، يعني ضل مستمر انه في هيك عروض لهي. هلا نحن عم نحاول بهذا الاتجاه، عم نحاول نلاقي حدا الاحتفاليه طبعا، عم تحاول تدور على جهه تستمر باعطاء المنح، عم تحاول جهه خاصه او عامه، هذا بالنهايه تابع للاداره. لانه يلي شاف الافلام كان بيقدر يشوف قديش فينا نعمل لسه اكثر.
قديش فينا نحقق مجال فيتشر فيلم ولا حتى كوميرشال فيلم ولا برامج. يعني سوريا عمرها ما انه كثير قليل بالكرتون، نحن من اوائل الدول اللي بلشت تشتغل بهذا الشيء، والاستاذ موفق قاتل اللي هو احد اعضاء اللجنه هو من الرواد بهذا المجال، وحتى الرسامين الشباب كانوا بيسموه الاب الروحي. بس لسه اي مطلع او اي مشاهد بفكر انه نحن يعني لسه جداد بهي الصناعه او تجربتنا بسيطه، لانه ما قدرنا نخلق. لا بس مو شايفين الشغل، وقت انت بتشوفي الشغل وقت انت بتشوفي الشغل تبع هدول الشباب، او حتى في مسلسل كرتون عم ينعرض عندكم بال هي بدي اسالك عليه مشروعك. مسلسل كرتون كمان عم ينعرض بالتلفزيون السوري، بيشوفوا قديش نحن واصلين. وبرضه بحكي انه نحن هذا الشغل تبعنا ما نو بالميزانيات المعهوده للكرتون العالمي. يعني في الكرتون في كات اوت، في فول موشن، في عندك العاب تعمليه، بس اذا تعمل فيلم كرتون كثير محترم وعلى سويه عاليه بيكون ميزانيات ضخمه جدا، ميزانيات كبيره تمام. جدا. هلا الحلو بالمنح الانتاجي انه الشباب كانوا عم يشتغلوا مو لحدا، عم يشتغلوا لهم، بدهم يشوفوا انه شوفونا نحن بنقدر نعمل شيء حلو، وهذا طلع بالوقت اللي كان في جزء منهم كثير كبير عم يشتغل بشركات اعلانيه او شركات اخرى، ما كان عم يطلع هذا المنتج نفسه اللي طلع معه بالمنح الانتاجي. الاسلوب عم يختلف لما اجى عم يعمل مشروعه هو الخاص. صدقه تجاه المشروع. افتح يا علي بابا الحطاب الفقير أن جملة الزعيم الشرير ستقلب حياته رأساً على عقب. طيب عمر، خلينا نحكي فعلاً عن المسلسل اللي عم يعرضه التلفزيون السوري أو الفضائية السورية، هو كرتونيا. عطينا فكرة عنه. مسلسل كرتونيا هي مدينة اسمها كرتونيا، هي موجودة بدمشق، هي أقدم مدينة كرتون مأهولة بالعالم. شيء تلاعب على هذا الشيء. بنخطف اللون من كرتونيا، وفي ثلاث شخصيات جديده بدهم يحكوا حكايه مشان يرجعوا الالوان لكرتونيا. سبع الغاز واربع مغامرات بيعيشوها دول الشخصيات لحتى يقدروا يرجعوا الالوان. نمط التحريك اللي منشغول فيه اخرج المسلسل شاب اسمه كريم قبراوي، وهي اول تجربه له كمان باخراج عمل متكامل، كان له تجارب اخرى بعده شركات. هو 12 حلقه. 12 حلقه، كل حلقه خمس دقائق تقريبا. وهي موجز على المسلسل. شكرا عمرو كثير، وبنتمنى طبعا الكل يتابع كرتونيا عم يطلع الساعة 5 5 الساعة 5 على الفضائية السورية. وطبعا نتمنى انه هي يعني هي التجارب او هي المنح، فكرة المنح انه ترعاها اي مؤسسة اي جهة، المهم انه في شباب عندهم مواهب وعندهم امكانيات، لما بتنعطى لهم منح او بتنعطى لهم فرصه فهن فعلا قادرين على الانجاز. شكرا لك عمرو، انت طبعا واحد من هدول الشباب. شكرا لك. بس بدي اضيف فكره صغيره كثير، انه نحن شباب الكرتون اذا بيقدروا تتاح لهم الفرصه، هن فينا يمشوا الى جوار حركه الدراما السوريه بعمومها، لانه فعلا المواهب في لسه مواهب اكثر. يعني في عندنا عدد عاملين كثير كبير وجاهز لانه يتحدى يعني بهيك مهمه. اوكي شكرا عمرو. شكرا عمر. شكرا. هذا كان كل شيء بحلقة اليوم. لازم هالتجارب وهالمواهب تتكرر لحتى نقدر دائما بأنه نخلق شباب سوري واعي ومبدع يقدم ويساهم في صناعة الفن في سوريا. إلى اللقاء. Speed.